مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع درس في مادة الأحياء، مراجعة على التراكيب الدقيقة في الخلية. أولاً، أهداف المراجعة: التعرف على التراكيب الدقيقة في الخلية، معرفة وظائف التراكيب الدقيقة، كيفية المقارنة والملائمة الوظيفية للعضيات. أسئلة: أولاً، اختياري: أي العضيات الآتية تكثر في الخلايا الغدية والإفرازية؟ الشبكة الإندوبلازمية. أي الخلايا الآتية تعتبر الأقل في كفاءة تبادل المواد عبر غشائها؟ نعم، شكل 4. طب شكل 4 ليه؟ لأني النسبة بين مساحة السطح والحجم بتكون صغيرة، أما رقم 1 هتكون الكفاءة أكبر لأن النسبة بين مساحة السطح إلى الحجم هتكون كبيرة. ماذا يمثل الشكل الآتي في الخلية؟ الشكل الآتي اللي هو مكون من خيوط دقيقة وخيوط وسطية وأنيببات دقيقة. الشكل يمثل الهيكل الخلوي، فعلا الهيكل الخلوي. ما وظيفة الفجوات في الخلية؟ فجوات، طبعا انت عارف انواع الفجوات الثلاث اللي هما فجوة عصارية، فجوة منقبضة، وفجوة غذائية. الوظيفة: نعم، ممتاز، تخزين الغذاء وتخزين الإنزيمات والمواد والفضلات. الشكل الأمامي يمثل عضية من عضيات الخلية. بيقول لي: ما رمز العضي الذي يشير إلى تلاؤم تراكيبها لزيادة مساحة السطح؟ بمعنى، ما هو التركيب الموجود داخل هذا الشكل يعمل على زيادة مساحة السطح؟ نعم، التركيب رقم 1، ممتاز. ليه؟ لأن دي أقراص متراصة من الثيلاكويدات، أقراص متراصة من الثيلاكويدات، وهذه الأقراص تزيد من مساحة السطح. الشكل الأمامي: ما هي وظيفة العضية الخلوية المشار إليها بالرمز A في الشكل أدناه؟ الشكل يمثل جهاز جولجي، وجهاز جولجي أنت عارف بيعمل إيه؟ بيعمل اللي هو مركز الاستيراد والتصدير للبروتين. ممتاز. ما هي العضية التي تتواجد بالخلية النباتية ولا توجد بالخلية الحيوانية؟ فعلا هو الجدار الخلوي. الجدار الخلوي لا يوجد إلا في الخلية النباتية. أي من الآتي يمثل التركيب X في الخلية الموضحة بالشكل؟ التركيب X انت شايفه طويل، وده عبارة عن فعلا صوت. ما قلناش أهداب ليه؟ لأنه الهدب بيكون قصير. أي من التالي وظيفة العضي X؟ العضي X الموضح بالشكل، العضي X ده اللي هي الحبيبات الدقيقة الصغيرة دي يا أستاذ ريبوسومات. طب الريبوسومات متخصصة في بناء البروتين. ممتاز. عندي هنا بيقول لي الشكل أدناه، الشكل أدناه اللي انت شايفه يوضح الجدار الخلوي.
طب الجدار الخلوي في الخلية النباتية، درسه جيدا ثم أجب. ما وظيفة إكس؟ إكس دي عبارة عن اللي هي الثقوب، والثقوب دي بتعمل إيه؟ بتسمح، عندي هنا لما أجي أقول الثقوب تسمح بمرور المواد من وإلى الخلية، المواد طبعا بيقصد بها اللي هو الماء، يقصد بها الأملاح، ويقصد بها المواد الغذائية التي يتغذى عليها النبات. قارن بين الغشاء الخلوي والجدار الخلوي من في الخلية النباتية من حيث التركيب والوظيفة. المقارنة سهلة، التركيب تركيب الغشاء قلنا دهون زائد بروتين. طبعا واحد هيقول دهون مفسفرة، نعم دهون مفسفرة زائد بروتين. طب الجدار الخلوي ده في الخلية النباتية من سليولوز. طب لو كان في الفطريات الجدار الخلوي ده هيتكون من الكيتين. طب لو كان يا أستاذ في البكتيريا كان هيتكون من البيبتيد وجلايكان. يبقى أعرف الفروق ما بين تركيب الجدار الخلوي في الخلية النباتية، في الفطريات، في البكتيريا. الوظيفة هنا ينظم، لأنه اختياري بينظم مرور المواد من وإلى الخلية. طب الجدار الخلوي يا أستاذي جدار سميك، يبقى حماية وتدعيم. حماية وتدعيم. ما هي وظيفة كل من الفجوة العصارية والفجوة الغذائية؟ طب الفجوة العصارية قلنا قبل كده بتعمل ايه؟ نعم، دي بتعمل تخزين الماء والأملاح والفضلات والإنزيمات كويس. طيب يا أستاذ الفجوة الغذائية، عندي هنا هضم الغذاء. ليه؟ لأنها بتتحد مع الأجسام المحللة وتقوم عن طريق الإنزيمات الموجودة في الأجسام المحللة بتعمل عملية هضم. يبقى عندي هنا عن طريق الإنزيمات. ممتاز. من خلال دراستك لدرس التراكيب الدقيقة الخلية، أجب. قلنا الوظيفة المشار إليها من شوية، قلنا دي عبارة عن ريبوسومات. طب الوظيفة هنا بناء البروتين، بناء البروتين. ما هو العضي الذي يعتبر مركز التحكم في الخلية؟ مركز التحكم في الخلية هو النواة. ممتاز. اذكر مكان تواجد التراكيب التالية في الكائن الحي. الأهداب والأصوات هما الاثنين موجودين على يبقى عندي على السطح الخارجي للغشاء الخلوي. هنا نفس الكلام على السطح الخارجي
الغشاء الخلوي. هما الاثنين يا استاذ عبارة عن زوائد شعرية بتبقى موجودة على سطح الغشاء الخلوي. وانت لو شفت ادي باراميسيوم مثلا، وتلاقي ادي الاهداب موجودة على السطح الخارجي للغشاء، على السطح الخارجي للغشاء عندي دي نواة كده. من خلال دراستك لتركيب الميتوكوندريا ومستعينا بالشكل الآتي أجب عن الأسئلة الآتية. الأسئلة الآتية اللي هي: ما أهمية كثرة الانثناءات في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا؟ أولا لازم أعرف الميتوكوندريا دي عضية إنتاج الطاقة، إنتاج الطاقة يعني هو المولد الكهرباء داخل الخلية. يعني يا أستاذ أهمية كثرة الانثناءات أو الطيات اللي هو زيادة إنتاج الطاقة. كمان زيادة مساحة السطح، زيادة مساحة السطح الداخلي، وبالتالي بيزيد إنتاج الطاقة. طيب علل، تكثر هذه العضية في خلايا العضلات، ليه تكثر في خلايا العضلات؟ أولا خلايا العضلات محتاجة لطاقة، يبقى عندي لأن العضلات تحتاج طاقة، لأنها يعني لأن العضلات إنها تحتاج إلى طاقة، والطاقة دي هتكون عالية. كيف يتلائم التركيب الداخلي؟ نعم، وجود الانثناءات والانثناءات دي قلنا عشان تزيد مساحة السطح، وجود الانثناءات في الغشاء الداخلي الداخلية لزيادة مساحة السطح. من خلال دراستك لتركيب البلاستيدة ومستعينا بالشكل، اكتب الرمز الجزء الذي يحتوي على صبغة الكلوروفيل. ده صبغة الكلوروفيل موجودة في الأقراص اللي هي الثيروكويدات، يبقى في الرمز X. اكتب رمز الجزء الذي ينظم تبادل المواد بين البلاستيدة وخارجها، يبقى نعم يبقى الغشاء الخارجي اللي هو Z. طب ده الغشاء الداخلي من الداخل، يبقى عندي هنا X وZ. أي أجزاء النبات تكثر فيه البلاستيدات الخضراء؟ طبعا أكيد أنت عارف النبات بيبقى أخضر فين؟ في الأجزاء الأوراق، ده أكتر مكان. السيقان الخضراء، السيقان الخضراء من العملية الحيوية التي ستتوقف لو اختفت البلاستيدة الخضراء. هو النبات بيعمل عملية ايه؟ عملية البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي. قارن بين البلاستيدات في البتلات بتاعت الأزهار أو في ثمار الطماطم أو الجزر، والبلاستيدات في درنة البطاطا. النوع عندي هنا أكيد أنت عارف النوع إيه، ملونة، وهنا النوع عديمة اللون، عديمة اللون. طب لو أنا سألت وقلت عديمة اللون ليه؟ لأنها لا تحتوي على بلاستيدات خضراء. هنا ملونة لأنها تحتوي على صبغة لونها أحمر،
وأصفر وبني. الوظيفة هنا يرجع إليها أو يعزى إليها لون الأزهار، لون الأزهار. الثانية وظيفتها تخزين، تخزن النشا، تخزن النشا داخل البطاطا، وبالتالي عندي هنا في اختلاف بين الاثنين. الشكل الآتي يوضح تركيب خلية الحيوان مستعينا به. أجب عن الأسئلة الآتية: أي الخلايا في جسم الإنسان تكثر بها العضية إكس؟ هي العضية إكس بتمثل مين؟ بتمثل يا أستاذ الميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا هي مصدر إيه أو بتعمل إيه؟ دي يا ميتوكوندريا، ميتوكوندريا، ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي قلنا بتنتج الطاقة، يبقى فعلا هنا تكثر يا أستاذ خلايا العضلات، يبقى عندي هنا تكثر في خلايا العضلات. طب وفين تاني ممكن؟ في النسيج العصبي، النسيج العصبي. طب هنسأل ليه؟ لأنهم بيحتاجوا إلى طاقة. نعم يحتاجوا إلى طاقة. اكتب وظيفة الجزء المشار إليه بإكس، خلاص. وعندي هنا اكتب وظيفة الجزء المشار إليه، اكتب وظيفة الجزء المشار إليه بزد، وزد ده مين؟ النواة. يبقى عندي هنا التحكم، طالما نواة يبقى التحكم في الوظائف داخل الخلية، الوظائف داخل الخلية. ممتاز.